يقول السائل: هل تجب الزكاة على من عليه دين؟ نعم، من عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول يزكيه ولو عليه دين، لأن الله أوجب الزكاة على من عنده المال، أوجب الزكاة على من عنده المال، ولم يقل إلا أن يكون عليه دين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال لجباية الزكاة ولم يقل لهم يسألوا أهل الأموال هل عليهم دين أو ما عليهم دين. فإذا كان عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول يزكيه ولو عليه ديون، هذا هو الصحيح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.